وخسر أمام النهضة بهدفين دون مقابل. لكن الشباب ومدرب الشباب علي الخر النقطة. يوهاي إرسال لكرة من يوهاي. الله في هذه اللحظات، صاروخ من الياباني، قذيفة من الياباني يوهاي تسكن شباك هاني نجم الدين. الله الله على الشباب، الله الله على الصقور، تحلق مرة أخرى وتسجل ثاني الأهداف أيضا بنكهة يابانية. الكمبيوتر الياباني حاضر هذا المساء، وتسديدة رائعة. شوف يوهاي، شوف الياباني، يا سلام. هاني نجم الدين يلعب دور المتفرج ويشاهد الكرة الماضية وهي تسكن شباكه. كرة تصل يوهاي، اللاعب الياباني يرسل الكرة عرضية ممتازة ممتازة ممتازة. جول مثير للإعجاب. الصقور تريد أن تحلق إلى أن تلاحق السويق على صدارة بطولة الدوري، لكن هدف من الياباني يوهاي. يوهاي إلى خليل العلوي، تخلص فيها خليل، تعود الآن مرة أخرى عند يوهاي. يحافظ الشباب على الكرة. محمد السيابي، يوهاي، خالد اليعقوبي. يعني البعض يتحدث من أو عن الجانب الهجومي بالنسبة لنادي الشباب، لا يمتلك ذلك السجل الهجومي القوي نادي الشباب حتى الآن، 9 أهداف. نوح وائل عادت عند يوهاي. فيرناندو ثاني مواسم أيضا مع الشباب، لاعب السابق لنادي المصنعة، لعب أيضا مع نادي النصر في الكويت، ولعب أيضا. استطاع الشباب طبعا أن يتفوق في بهدفين دون مقابل، كانت في الجولة الأولى على حساب نادي المضيبي. تقدم أمامي هذه الكرة، إعادة الكرة للوراء. لا ننسى أن النصر متعطش بشكل كبير جدا ليعود لألقابه، ويعبر الشباب للنهائي في هذه الأمسية. عادت الكرة إلى يوهاي، لازالت لمسة. أرنست الآن قوة الضارب في منتصف روبا، ولقاء السلام مع عمان. على كل يعني نسبة التعارض الدين، وكرة الهدف الثاني أعتقد كان فيها نوع من الصعوبة على حارس المرمى. كرة عند يوهاي مرة أخرى، يرسل الكرة في الجهة اليمنى، عادت من محمد الحبسي. خليل كحال يتقدم الآن، لكن بعد ذلك مضايقة من جانب الياباني. السويق الذي يتصدر والأخبار الواردة ترسل للأمام. الزهدي فائد. الزملاء في الاستوديو نظرة فنية وتحليلية لشوط المباراة الأول، اتجه الآن بصوت والصورة لزميل ومجريات هذا اللقاء بتفوق الشباب بهدفين للاعب الياباني الواضح في الصورة يوهاي. سجل الآن يوهاي 31 عام لهذا الياباني.